مدرب تشيلسي ماذا قال عن السوبر ليج وأيضا عن تحضيرات فريقه لمواجهة برايتون. Well, Thomas, we understand that you're the coach. سيد توماس, أنت مدرب نادي تشيلسي, ولكن نتفهم ما الذي يحدث في الوقت الراهن أو خلال النصف ساعة الأخيرة. سمعنا أن نادي تشيلسي يقرر الانسحاب من منافسات السوبر ليج. ما رأيك في ذلك؟ أنا قضيت 45 دقيقة الأخيرة في الحافلة أنتظر الوصول إلى الملعب. لا أعرف أي شيء حول هذه القضية في الدقائق الأخيرة, ولكن طبعا أنا مدرب لنادي تشيلسي وأؤمن بالنزاهة وأؤمن بالروح التنافسية, وأنا مصر على الانضمام إلى نادي تشيلسي والوصول به إلى بعد الحدود. هذا ما أقوم به مع اللاعبين وهذا هو دوري. كل من يشاهد طريقة لعب نادي تشيلسي يكون مسرور وسعيد جدا. نحن نريد الذهاب إلى نصف النهائي بكل ما أوتينا من قوة. نريد أيضا أن نخوض كل المنافسات بما في ذلك منافسات الاف اي كاب, ولن نتوانى أبدا في بذل المجهود. لدينا روح تنافسية اللازمة. أنا لست على دراية بالسياسات الكروية المحيطة بعالم كرة قدم في أوروبا. ليست لدي أفكار عميقة, ولكن على دراية وأن النادي سوف يأخذ القرارات الصائبة تجاه هذه الفكرة.